صدقني السر في الرضا، انك تبقى شقيان وطالع عينك بس ترتاح على سريرك وقت نومك علشان راضي، ان الجنيهين اللي في جيبك يكفوك ليوم القبض علشان راضي، انك تاخد كل مطب والتاني وتقول يا رب انا راضي، انك تشوف الحاجة اللي نفسك فيها ومش عارف تجيبها تزعل بس راضي، ان في اليوم اللي ليك ترضى واليوم اللي عليك برضو تكون راضي. الرضا انك شايف الحلو والوحش، بس تركيزك على الحلو مخليك تغطي الوحش باشياء حلوة. الالم موجود احنا بشر، لكنه بيخف واثره بيخف لما تدخل عليه الرضا برؤية الحلو في حياتك. طب هو الرضا يمنع ان ابقى طموح وعايز انجح؟ انا عايز اكون في مكان احسن، انا شايف ان حق واحد في الدنيا دي بكل خطوة حلوة، الطريق طويل وحاسس انه مظلم، مفيش نقطة نور ترشدني تقولي اني ماشي صح ولا غلط، انا بشر وبضعف. مش هضحك عليك وقولك اني بقى عندي قوة كافية، انا محبط ويائس وروحي مخنوقة. بالعكس، الرضا ما بيتعارضش مع الطموح، ده الرضا بيزود الطموح. اصل الرضا بيخليك تشوف كل شيء حواليك جميل فيعلي روحك المعنوية ويزود همتك وقدرتك على النجاح في الحياة. لما بتكون مش راضي بتشعر بيأس يمنعك من الطموح، ولما بتكون راضي تزداد قوتك لبكرة. الرضا عن الحاضر والطموح للمستقبل.